برج الحمل. مهنياً يكتنف الغموض بعض الأمور المحيطة بك، وتواجهك صعوبات في محاولة فك رموزها. اطمئن، فالزمن القصير سيكشف كل شيء. عاطفياً، العازب، الخوف والعزلة وعدم الثقة بأحد جعلت أحاسيسك ومشاعرك تعيش بأعماقك، دعها تظهر للنور. المتزوج، تزداد علاقتك مع الشريك قوة وصلابة، ويتحول الحب إلى العشق. برج الثور. مهنياً، يقف الحظ بجانبك لتنفيذ عمل هام كنت قد أجلته عدة مرات، وستجد الربح المادي الجيد بعد تنفيذه. عاطفياً، العازب، تشهد تقلبات عاطفية غير منطقية، وينتقل الحب والود مع الحبيب إلى حالة من الضجر والملل. المتزوج، ربما تعيش الغربة في علاقتك العاطفية مع الشريك. ابحث عن السبب ولا تدع الأمور تتراكم. برج الجوزاء. مهنياً، تحمل اليوم قوة كبيرة في داخلك، وتسخرها في تفادي كل السلبيات التي تواجهك لتحسين وضعك المهني. عاطفياً، العازب، تكتشف أنك لا تعرف الحب الحقيقي، وأن علاقاتك العاطفية هي مجرد رغبات. المتزوج، تزداد علاقتك العاطفية مع الشريك قوة، وتصفو حياتك العائلية، وتعيش الحب الحقيقي. برج السرطان. مهنياً، قد تكون اليوم على موعد لاتخاذ قرار مهني حاسم وهام لا يمكن تأجيله. استخدم العقلانية والحكمة ليكون قرارك ناجحاً. عاطفياً، العازب، تلتقي بالشخص الذي يحرك مشاعرك وأحاسيسك، وتعيش الحب والهدوء العاطفي والنفسي. المتزوج، أمر خاص يمتن علاقتك العاطفية مع الشريك، ويقربك منه إلى درجة الانسجام الكامل. برج الأسد. مهنياً، ربما تتلقى اليوم عرضاً جيداً تستطيع من خلاله تحسين وضعك العملي والمهني، ويساعدك في حل أزمة مادية. عاطفياً، العازب، قد تعيش علاقة عابرة تقودك إلى الضياع في سراديب المغامرات الغير مضمونة النتائج. المتزوج، أمر عائلي طارئ وهام يستدعي منك معالجته دون تأخير. الحوار أحسن طريق للإقناع. برج العذراء. مهنياً، تنال اليوم ثمرة جهدك، وتحصل على أرباح مادية تدعم مشاريعك المستقبلية، وتخفف الأعباء المالية التي تعرضت لها. عاطفياً، العازب، تستمتع بالحب والرومانسية مع الحبيب، وتضع الحلول لكل الصعوبات التي تقف عائقاً أمام ارتباطكما. المتزوج، تكون أمام بعض المسؤوليات العائلية الهامة والتي تتطلب الحكمة والعمل الجاد. برج الميزان. مهنياً، يبصر النور مشروع كنت قد خططت له جيداً وأمنت مستلزمات نجاحه، وسوف يسهم في تحسين وضعك المالي. عاطفياً، العازب، تتأكد من تردد الحبيب في رغبته بالارتباط، وتكتشف أن أفكاره عن الاستقلالية والالتزام لا تتفق مع قناعاتك. المتزوج، تكون اليوم منشغلاً بترتيب البيت الداخلي للأسرة والتخطيط لتحقيق هدف هام. برج العقرب. مهنياً، تتاح فرصة هامة لتحسين وضعك المهني بمساعدة أحد الأصدقاء القدامى، استغلها بذكاء. عاطفياً، العازب، حالة إحباط تجعلك تجري تغييرات جذرية في حياتك العاطفية، وتقرر الارتباط عن طريق العقل بدلاً من القلب. المتزوج، حدث سعيد يجعلك تعيش الهدوء والاستقرار العاطفي مع الشريك بعد فترة من الخلافات السطحية. برج القوس. مهنياً، تزول كل التأثيرات السلبية التي واجهتك،
وتستفيد من معلومات ومساعدة هامة لتحقيق هدف أساسي في حياتك. عاطفياً العازب، تكتشف أن الحبيب مزاجي ومتقلب ويراوغ في إعلان حبكما وتحديد موعد الارتباط. المتزوج، تشعر بعذاب الضمير من مجرد التفكير والتخطيط لنزوة قد تقدم عليها. برج الجدي، مهنياً تشعر بالتعب وأنت تحاول الصعود بسرعة للقمة. حاول الصعود خطوة خطوة لتصل إلى أهدافك. عاطفياً العازب، يتسلل الحب إلى قلبك بهدوء وقوة ويأخذك إلى نبع السعادة فتغرف منه دون أن ترتوي. المتزوج، الوقت مناسب لترسي علاقات اجتماعية جديدة تستفيد منها في تحسين وضعك المهني والعملي. برج الدلو، مهنياً تحسن في عملك بشكل ملحوظ واحتمال تحقيق أرباح إضافية لم تكن تتوقعها. لا تدع الأقرباء والأصدقاء يطلعون على أسرار عملك. عاطفياً، ربما تواجه اليوم بعض الخلافات مع الحبيب أو الشريك بسبب عدم احترامه للعادات والأعراف الاجتماعية. برج الحوت، مهنياً تكون على موعد مع الحظ المطلق وتجد الظروف مناسبة للانطلاق إلى تحسين واقعك المهني. عاطفياً العازب، ربما يكون اليوم في داخلك صراع بين حبين وسوف تعيش حالة من الارتباك والاستغراب حتى ينتصر الحب الأقوى. المتزوج، تشارك في نشاطات اجتماعية تعرفك على أشخاص يساعدونك في هدف هام تكافح من أجله.